يو مرحبا جميعا، معكم محمد قناة ايديا من نشوف فيديو جديد وموضوع جديد. يو اخواتي الاعزاء، من مدة طويلة جدا تقريبا شهر او شهر ونصف لم انزل لكم فيديو. اليوم جبنا لكم لعبة فري فاير بالتحديث الشتاء. بما انكم لعبة فري فاير انا بزمة بطلنا لكم فيديو تاع فري فاير كلاش رواير. اخواتي اختاروا بعدية ان شاء الله في ليلة راس العام ريفيو، وشوفوا الفيديو اللي تحبوا ننزله لكم خير معنا اخواتي. استنانوا شويه كي ندخلوا اللعبه نبداو الفيديو. بيس عليكم يا اخواتي. في اللعبه نضغط على الشاشه، نضغط يا اخواتي دي حسابي. سوف نراكم الشخصيات التي عندي. الشخصيات التي عندها بيك عندي وكولونج، ميجيل، بالوما، مكسيم، كيلي، حواء، ادم، واندرو، وفورد. هذا هما الشكلات اللي عندي، هذه بلباسها التقليدي القرد. نلعب بهذه، نغير لها من سوف نلعب. سوف ألعب مع مجموعة. هذا صديقي، ألعب بمفرد. بسم الله يا الله. ألعب هذه المباراة يا أخوتي. فري فاير خواتيتي، سوف نهجم بالهجمة، ننتظر عند دخول طائرة. يا الله يا اخوتي، ننتظر قليلاً. ناهي 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 بسرعة. يا اخوتي يجب ان انزل فوق المنزل الاحمر ونبحث على السيارة.
تقريبا قتلنا واحد رجعنا لكم امطار غفيره. شوفوا اصعد الى الفوق يو قوتي يو اخواتي العزاز قاوة 13 برقم مازال نحوس وما لقينا حتى واحد يو تكون غلطة بواحد يا اخوي يا اخوي وسامع يا رب نبحث على اي واحد نجده الزون هناك الزون خوتي هلا باش بهتني ماي كرافت ارجع 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 يا رب قتلني سوف اعيد لهذه المباراة واربح باذن الله باذن الله سوف اربح هذه ثاني مرة اخسر فيها للاسف يو لك نرجع لهذيك نرجع للمعركة نرجع للمعركة ونربح بإذن الله العلي العظيم سوف أربح لا بدي لا أشحن لا شيء كمان يا الخوت
هناك شيء هذه شوف افتحوها يا رب يا رب والله الله شو يس يس اخواتي واخيرا يس ربحتها تزويد سريع يلا 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 حطها في الجول يا رجال حطها في الجول يا رجال سوف ألعب وأربح شو عندي هنا افرح افرح سوف ادخل هنا وارغب هذه وان تو تري ارفع ترس يلا ندخل الى المعركة هنا الأرض الشتاء يا أخواتي تلزاز أرض الشتاء و إنه بابا نويل سوف أرجع بعد غد يا بدي يا اخواتي سوف انزل الجزء الثاني للاسف الانترنت كانت ضعيفة جدا عندي والهاتف كان ثقيل سوف انزل الجزء الثاني باذن الله يوم السبت او الجمعة وداعا اخوتي الاعزاء نتلقاو في الحلقة الثانية والجزء الثاني اخواتي الاعزاء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد واللايك لانزل لكم الحلقة الثانية بيس عليكم احبابي اخواتي بيس عليكم اخواتي عزاز وتبخوا الناس باللايك طيش عندهم زي ما بطلكم في فيديو وتخلوا الناس نندموا على عبطناكم فيديو يا اخواتي عزاز تلافر واحكم انتظرونا في الحلقة الثانية اذن الله بيس عليكم حبيبي.